مين قال إنه الزراعة بس للمزارع؟ مين قال إنه أنا وإنت ما منعرف نزرع؟ مين قال إنه لنأمن سلة خضرة نحن بحاجة لمساحات كبيرة؟ خلينا نشوف هالفيديو اللي بيساعدنا نحضر سلة خضرة من موسم لموسم. أكيد المدرب حيكون ناطركن لحتى يجاوب على كل استفساراتكن. كيف منختار الموقع؟ لازم يكون معرض للشمس، مش معرض للرياح، بعيد عن الحمام، بعيد عن الجورة الصحية. شو هي المستوعبات يلي فينا نستعملها للزراعة؟ مستوعبات بلاستيك، أوعية الزيت مصنوعة من التنك، صناديق البلاستيك أو الخشب، كيس الخيش أو الجنفاس. كيف منجهزها؟ مستوعبات البلاستيك والتنك للزرع، كيس الخيش أو الجنفاس. كيف منحضر التراب الزراعي؟ نخلط سطلين تراب زراعي وسطل سواد مخمر. مين هي عائلات الخضار الصيفية؟ الأرعيات، كوسة، خيار، مقتة، يقطين. البتنجانيات، فليفلة، بندورة، بطاطا، بتنجان. البقوليات، فاصوليا ولوبيا. صليبيات، روكا، فجل. شمندر. الأقحوانيات، خس. الجزريات، بقدونس، كزبرة. البصليات، بصل. النباتات العطرية، حبق ونعنع. خضار من عائلات مختلفة، بقلة وبامية. كيف منزرع؟ فينا نزرع شتول. كيف منحدد مسافة الزرع بين الشتل؟ البتنجانيات والأرعيات نترك مسافة 30 ل 40 سنتي بين الشتلة والتانية. القحوانات والشمندر نترك مسافة 15 ل 20 سنتي بين الشتلة والتانية. فينا نزرع البذور. كيف منحدد عمق زرع البذور بالتراب؟ فجل 0.2 سنتي، بامية 1 سنتي، يقطين 3 سنتي، فاصوليا 4 سنتي. كيف بتكون طريقة الري؟ الطريقة الصحيحة أسفل الشتلة، الطريقة الخاطئة أعلى الشتلة. لازم نروي كمية وافرة من الماء بالمرشة مباشرة بعد الزرع، ومتابعة الري لمدة 3 أيام على التوالي، إما بالصباح الباكر أو وقت غروب الشمس، كمان ما تتبخر الماء وتستفيد النبتة من كل الكمية. لازم نراقب التربة ونضيف الماء كرمال ما تجف أبدا. شو فيها تكون مصادر مياه الري؟ مي نظيفة، مي غسيل الخضرة أو الفواكه. كيف منتخلص من الأعشاب الضارة ومنكافح الآفات؟ لازم نخفف من عدد الشتل بالحفرة الوحدة، منزيل الشتل الضعيفة ومنترك القوية. نتخلص من الأعشاب الضارة. كيف منكافح الآفات؟ نتخلص من الحشرات الضارة مثل الفرفور الأبيض، المن والدود الخياطة. نترك الحشرات المفيدة مثل الخنفساء وأسد المن يلي بتقضي على الحشرات الضارة. فينا نزرع النباتات العطرية مثل اللافاند، الحبق، إكليل الجبل والنعنع يلي بتجذب الحشرات المفيدة. شو الخلطة يلي فينا نستعملها لمكافحة الحشرات؟ خلطة من الثوم والفلفل. نطحن راس ثوم مع بصلة مع قرن فلفل حر، نخلطهم بليتر واحد مي. بعد ساعة منزيد ملعقة من الصابون السائل ومنصفي الخليط ومنرش المزروعات. شو الخلطة يلي فينا نستعملها لمكافحة الرمد؟ لتر واحد من المي مع ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم ومنرش المزروعات. مين هي عائلات خضار الخريف؟ البقوليات، الفول، صليبيات، روكا وفجل، شمندر، سلق وسبانخ، القحوانيات، خس وهندبة، البصليات، توم وبصل.